ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حي الحيدرية في مدينة حلب إلى غارة جوية من الطيران الحربي السوري الذي كثف خلال الساعات الأخيرة من غاراته وقصفه على مواقع يسيطر عليها مقاتلون مناهضون لنظام بشار الأسد. الغارة الجمعة التي تبينها هذه الصور المنشورة على يوتيوب هي واحدة من سلسلة غارات وقصف استهدفت أحياء أخرى كحي المشهد إضافة إلى قرى في ريف حلب الشمالي والغربي. رحنا فدا سوريا، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. اشتداد الهجمات التي يشنها الجيش السوري والميليشيات الحليفة له على حلب وريفها كان ترافق مع تسجيل هذه القوات تقدما في المدينة الصناعية بحي الشيخ نجار وسيطرتها على قرية كفر صغير ومحاولة التقدم باتجاه السجن المركزي في قرية حندرات التي قال نشطاء إنها تعد المدخل الوحيد للمقاتلين المناهضين للنظام السوري. ومع أن النشطاء أكدوا استمرار الاشتباكات حول المدينة الصناعية إلا أن الإعلام الرسمي السوري الذي بث هذه الصور قال إنه تمت السيطرة عليها بالكامل ونقل عن محافظ المدينة أنه شكل غرفة عمليات لتسهيل عودة الصناعيين إلى منشآتهم. في المقابل قال مجلس مدينة حلب الحرة وهي هيئة ثورية مناهضة للنظام إن الجيش السوري يكاد يحاصر المدينة ويتوغل فيها من جهة المدينة الصناعية، وحذر المجلس أيضا من خطر تنظيم الدولة الإسلامية الذي حقق بدوره تقدما في منطقة كوباني بريف حلب خلال مواجهته الميليشيات الكردية المعروفة بوحدات حماية الشعب. المجلس ناشد الائتلاف الوطني المعارض وهيئة أركان الجيش الحر التدخل السريع للدفاع عن حلب على حد قوله. وائل الحجار، بي بي سي.